إلى مشاريع العتبة الحسينية الرائدة في مجموعة من المجالات والتخصصات، دخلت العتبة في مجال التعليم، في مجال الصحة، وأيضا في صناعة. مجال الصناعة أيضا، وحتى في المجالات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ولكن اليوم راح تكون عندنا تغطية عن معمل الحقن الطبية التابع للعتبة الحسينية. راح نتعرف أكثر عن هذا المعمل وشلون أنشئ وما هي فكرة تأسيسه وماذا يقدم من نتاج في الحقن، وهل يتم الاستفادة منه سوقيا أم لا. إذن نرحب بضيفتنا الدكتورة منتهى حسين، مسؤولة السيطرة النوعية في المعمل. حياكم الله دكتورة، وأهلا ومرحبا بكم في صباح كربلاء. حياكم الله دكتورة. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل بيته الطيبين الطاهرين. بداية أحب أشكر قناة كربلاء لزيارتنا هذا اليوم، وأشكر إدارة العتبة الحسينية المقدسة وبالخصوص المتولى الشرعي الشيخ محمد عبد المهدي الكربلائي لدعمه المستمر للمشروع. نعم دكتورة، بالبداية عرفينا عن معمل الحقن الطبية وما هي نعم خلينا نتعرف وياك على معمل الحقن الطبية التابع للعتبة الحسينية دكتورة بصورة عامة. هذا المعمل التابع للعتبة الحسينية المقدسة لإنتاج السرنجات لأربع أنواع. النوع الأول هو الواحد سي سي الخاص بالإنسولين، وقياس 3 سي سي و5 سي سي و10 سي سي، وهناك خطة مستقبلية لإنتاج 20 سي سي و50 سي سي. طيب دكتورة منتهى حياك الله، المصنع دكتورة إذا كنت تسمحين بأنه تشرحي لنا متى بدأ تأسيس هذا المعمل، متى انطلقت إنتاج أول يعني منتج، أول انطلاق منتج من هذا المعمل، ما هي مساحة المعمل، الأدوات العفو المكائن المستخدمة، مناشئها، مواصفاتها. تم تأسيس هذا المصنع عام 2019، تم الحصول على موافقة وزارة الصحة عام 2021. المصنع يحتوي على 5 أقسام رئيسية: قسم الحقن، وقسم القاع النظيفة، وقسم التعبئة والتعقيم والمختبرات. المصنع يحتوي على 4 خطوط إنتاج رئيسية كما ذكرت: خط إنتاج 1 سي سي، وخط إنتاج 3 سي سي، والخمسة سي سي، والعشرة سي سي. طيب دكتورة منتهى، هل تعتبر هذه المنتجات الطبية داعمة للسوق اقتصاديا وخصوصا للقطاع الطبي؟ نعم بالتأكيد، المنتج ذو مواصفات وقياسات قياسية، وجميع المكائن والآلات هي من مناشئ عالمية رصينة ومحترمة، والمنتج حاصل على شهادة الآيزو 87661 بالنسبة لخط إنتاج 3 سي سي و5 سي سي و10 سي سي، و8537 لخط إنتاج الإنسولين. جميع المواد المستخدمة بالتصنيع هي مواد من الدرجة الطبية ومن مناشئ عالمية من كوريا وأمريكا وألمانيا. طيب. والكادر العامل في هذا المصنع هو من الكادر العراقي الذي خضع لتدريب على أيدي خبراء كوريين وإيطاليين. طيب دكتورة منتهى، برأيك لماذا وقع الاختيار على هكذا إنتاج أو هكذا معمل؟ نظراً لعدم توفر هكذا إنتاج في بلدنا، ولحاجة المستمرة السوق لهكذا منتج، وبالتالي الاستغناء عن الاستيراد من خارج العراق ومواصفات اللي تم إنتاجها هنا بمواصفات تفوق
بالجودة والنوعية والكمية ما نستورده من باقي الدول المجاورة. جميل. دكتورة منتهى، كم بلغ حجم الإنتاج في معمل الحفر؟ تبلغ الطاقة الإنتاجية حوالي تقدر 200 مليون حبة سنوياً بالنسبة لخط الإنتاج 3 سي سي وال5 سي سي وال10 سي سي، وتقدر بحوالي 60 مليون حبة سنوياً لخط الإنتاج الإنساني، ونطمح لزيادة الطاقة الإنتاجية لسد حاجة السوق. طيب دكتورة، ما هي يعني طموحات اللي بالمستقبل؟ نعم. الأدوات وكذلك الأهداف اللي راسمينها في تطوير هذا المكان أو هذا القسم من أقسام العتبة الحسينية المقدسة؟ نطمح للتعاقد مع وزارة الصحة العراقية لسد حاجة البلد وعدم الحاجة لاستيراد المنتج من خارجه، وذلك بسبب أن المواصفات التي تم إنتاجها والاعتماد عليها في إنتاج هذه الحقن الطبية هي مواصفات عالمية وقياسية وتضاهي المنتج الذي تم استيراده وبل أحسن. طيب دكتورة منتهى حسين، كذلك زارنا الدكتور رياض الحلفي. نعم. قبل فترة. نعم. قبل فترة قصيرة، وأبدأ رغبته بالتعاقد مع العيادات الشعبية لتجهيز وسد حاجة السوق من هذا المنتج. طيب دكتورة منتهى حسين، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا في برنامج صباح كربلاء، وشكرا لكل الايضاحات اللي تفضلتي فيها، ونتمنى لكم التوفيق اكثر وايد. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. أهلاً. شكرا.